مشروع قانون العفو العام ومقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون الخدمة والتقاعد الحج الشعبي. هل سيتمكن المجلس من تجاوز هذه الخلافات بشأنها وإقرارها؟ تفضل. هذه الجلسة الثالثة للفصل التشريعي الثاني، وهناك وعود من النواب بأن تكون هذا أو يكون هذا الفصل التشريعي مليء بالقوانين التي تخدم المواطن. مضى فصلان تشريعيان وسنتان عفوا تشريعيتان ولم يكن هنالك أي قانون يمس المواطن، هناك اعتراضات من المواطنين على أداء البرلمان، وهناك أيضا حتى ملاحظات من النواب نفسهم على أداء البرلمان بالخصوص الدورة الخامسة هذه. هذا الجدول اليوم ربما رفع بعض الآمال لدى المواطنين، هناك بعض المواطنين بعض القوانين تخص المواطنين، منها التصويت اليوم على مشروع قانون التعديل 21 لقانون الملاك رقم 25 سنة 1960، وهناك قراءات أولى أربعة، منها مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، وأيضا هذا هو قانون مهم ومنتظر منذ وقت طويل حتى يتم إعداد هيكلية لأيضا موظفي ومجاهدي الحشد الشعبي، وأيضا هناك قراءة أولى لمقترح قانون التعديل الأول للأحوال الشخصية، وهذا ربما فاطمة أثير عليه الجدل بشكل كبير جدا، هناك بعض التعديلات تنصف المواطن وأخرى أكثر من المنصفة تكون غير منصفة للمواطنين، منها بعض الفقرات تحدث عنها ناشطون وتحدث عنها أيضا يعني في المجالات الشعبية بأن هناك تقصير بحق المرأة في هذا القانون، وهناك أيضا يعني عدم إنصاف لها، لكن ربما لم يقرأ اليوم على الأغلب بحسب كلام النواب، سوف يعني يقرأ أو ربما يهمل أو إذا قرئ لا يتم القراءة مرة أخرى عليه، هناك يعني بعض الإشكالات على هذا القانون، وهناك أيضا قراءة أولى لمشروع قانون التحكيم وقراءة أولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، وهذا القانون المنتظر منذ انعقاد الدورة النيابية الخامسة وحتى هذه اللحظة، وهو أيضا جاء باتفاق سياسي كان من المفترض أن يدرج على جدول الأعمال منذ السنة التشريعية الأولى، هذا كان من ضمن الاتفاق السياسي بين ائتلاف إدارة الدولة الذي شكل البرلمان الحالي بعد انسحاب التيار الصدري، وحتى منذ كان التيار الصدري كان هذا من الواجبات التي من المفترض أن تقرأ، لكن الخلافات السياسية الحاصلة هي جعلته يتأخر حتى هذه اللحظة، وربما اليوم أيضا تكون عليه بعض الخلافات، هناك بعض النواب معترضين على القراءة لهذا المقترح، مع أنه أغلب الكتل السياسية وبخصوص الكتل السنية هي التي تسعى لقراءة أولى لهذا المقترح. أيضا فاطمة تقرير مناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2016 المعدل، وهذا بالتأكيد يخص لجنة الشهداء السياسيين، يعني تلاحظين 6 فقرات اليوم في جدول الأعمال تمس المواطن بصورة مباشرة. أيضا هناك بعض القوانين المغيبة التي يحتاجها المواطن اليوم، التصويت على قانون الملاك أيضا يحتاج المواطن خاصة الموظفين، قراءة أولى لمقترح قانون الموظفين أيضا يعني يخص الموظفين بصورة مباشرة، ليس فقط قانون الملاك إنما هناك قانون آخر، وهناك أيضا بعض القوانين وهناك أيضا بعض الفقرات تخص البرلمان، منها انتخاب رئيس البرلمان يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي، لكن حتى اللحظة لم يصلون إلى هذا الموضوع. بخصوص جلسة اليوم المواضيع مهمة عدت في جدول الأعمال، وضعت ربما كانت باتفاق سياسي، كان هناك اجتماع للإطار التنسيقي قبل يومين، تأخر الاجتماع حتى ساعات الليل، وهنالك بعدما انتهى الاجتماع طرح جدول الأعمال بهذه الطريقة، وربما يعني يتحدث البعض أن هناك اتفاق سياسي لعقد الجلسة ولتمرير القراءات والتصويت الموجود في لائحة جدول الأعمال. نعم، إذن كان معي عمار غسان مراسلنا من مجلس النواب، شكرا لك.